سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. رجعت لكم بعد طول غياب وانتظار. جبت لكم اليوم كواليس حفله نجاح في البكالوريا، حفله فرشان سيرين. جبت لكم كواليس وتحضيرات وتقديم وكل شيء بتفصيل. ولكن قبل ما نبدا لكم الكواليس وكل شيء بالتدريج ويعني كل شيء، راح اولا نجاوبكم على بعض الاسئله اللي لقيتها في التعليقات. اول سؤال جاني هو واش تخدمي، ماكيثه ولا تصوري في الاعراس ولا واش كديري بالتفصيل في حياتك؟ اول سؤال حقول لكم انا متزوجه وعندي طفل وماكيثه في البيت، وقررت يعني نفتح القناه هذه تجارب روزا باش نشارككم تجاربي سواء مطبخيه سواء في التنظيف سواء مشترياتي في اي ميدان. قلت اي تجربه نديرها ولا اي حاجه تصلح لي راح نشارككم بها. ومن الفيديوهات الاولى كنت حطيت لكم فيديو تاع عرس عائله ابراهيم، يعني عرس حضرته وعجبني، كنت جبت لكم الكواليس والتفاصيل وكل شيء. كي نشرت الفيديو تاع كواليس العرس، اول عرس يعني حطيته، جوني الاف الرسائل، عجبنا الفكره وعجبنا التقديم وعجبنا كل شيء، عاد يحط لنا انواع من الفيديوهات هكذا. قررت انه اي حفله نحضرها ولا ما نحضرهاش، اي مناسبه راح تكون عندي متوفره الصور والفيديوهات راح نحطها لكم بالتفصيل الممل. منها تهزوا افكار، تعرفوا شوفوا طريقه التقديم وشنو هو جديد في الاواني في الماكله في التقديم، شوفوا جديد في كل، نتعلموا كامل على بعضنا. وكما نقول لكم اللي عنده كل يوم عيد واللي ما عندوش الله يرزقه، كل واحد يدير على مقدار. وراهم عندي بزاف كواليس الاعراس والحفلات وتاع الطهاره وتاع النجاحات وتاع سوت نوص، الاف الفيديوهات راهم يستناو وما حطيتهمش، خلاص ما قعدتش. وراني عدت لكم بقوه، راح نبدا نحط لكم بالتدريج كل يوم فيديو جديد، كل يوم حفله جديده، كل يوم تهزوا الافكار. ومن بعد راني كيما نقولوا في بث تجريبي فقط للقناه. بعد ما نكملوا هذو كامل راح ننطلقوا في الروتينات وفي التجارب روزا وفي كل شيء، راح تكون قناه منوعه باذن الله. نتمنى ديما تدعموني، ما تنساوش تشتركوا في القناه، ونبداو مباشره بكواليس الحفله. كما قلت لكم في اول فيديو، هذه حفله نجاح تاع بكالوريا تاع فرشه سيرين. راح نشوفوا، هي حفله عائليه في الدار فقط، جايينها ضيوف قررت تلمها مع بعضها، يعني ماشي نقولوا دارت حفله سبيسيال. العباد اللي جايينها لمتهم في نهار فريد ودارت حفله، دارت زوج حفلات، حفله هي وصحباتها وحفله عائليه، راح نشرح لكم بالتفصيل. التحضيرات والاواني والديكور كل شيء كان برعايه اختها هدى خديجه. الديكور تاع الصالو طبعا كان مكتوب با، كان مكتوب سيرين، كان فيه شموع. اول حاجه قدموها هي المملحات مع العصائر، المملحات هذه صنع منزلي خدمتهم اختها هدى. اكيد مع المملحات والعصائر حاضره الفاكهه، وعدة أنواع من التحليات، التحليات هذو صنع منزلي. هذا النوع الثاني من المملحات ايضا صنع منزلي. هذه صابرين الابنة الخالة مزهية الحفلة. وهذا الديكور بالبلاكو ولا بالحطب راهم يخدموهم سير كومون، مكتوب سيرين باك 2019. وهذا اغلفة العصائر ايضا مكتوبين سيرين وشهادة بكالوريا. هذا الصالون بالديكور بالتحضيرات بكل شيء. وهذا هو الدونات، يعني مخدومين سير كوموند، ذوقهم ما شاء الله بنا.
دونيز كومونديه من عند باتيسري اللي حلفي بالعلا واسمه كروستي، راهو مشهور يعني. وهذه طابلة القهوة، وهذا المقروط القسنطيني حاضر خدمته لها الجدة تاعها، ربي يطول في عمرها. مع الحليب ايضا قدموا سمنيات، مقروط، مقركشيت، دونيت. هذو حوايج القهوه كاملين حطوهم في الشاريو باش تجي الخدمه سهله، ينظموا بكل سهوله. مع الحليب ثاني كان كاين عده انواع من المعجون كونفيتير باذواق. هذو السمنيات يعني شكلهم بشهي، ما على باليش يعني سير كوموند ولا خدموهم في الدار، ما سقسيتش. دونيت ذوقهم ما شاء الله، شريتهم السمانه هذه من عند الباتيسري كروسي تاع بلالة، روعه. وهذا اول نوع حطوه في العلب تاع القطو، هذا خدموه عند يمينة تاع ثابت بوزيد. هذو البطاقات اللي مكتوبين فيهم سيرين وبكالوريا وكل شيء خدموهم عند الجمعي، الجمعي اللي حلفي بلالة في الدوره تاع بيبي طوبرون، حينوت كبير تاع حوايج القطو، هذاك هو الجمعي. كما قلت لكم المحل في الدوره تاع بروندو بيبيتو، المحل راهو مكتوب من فوق نظن لي سباس دي فيت، راهو يخدم اي حاجه بالاسم، اي حاجه من هذا تاع الديكور. ونسيت نقول لسيرين الف مبروك يعني شهاده البكالوريا عقبال شهاده التخرج. وبلا ما ننساو كل الاواني من محل هاني ليكس العلمه، لاباج تاعو في فيسبوك هاني ليكس. هذا رفيس القسنطيني. هذو بعض الصور من الحفلة الثانية اللي دارتها هي وصحابتها فقط، وهذو العلب تاع القاطو اللي قدمتها بصحابتها. أيضا دارت صارت كبيرة مع صحابتها، قسمتها وغني وزهيو. هذو العلب صغار اللي يرافقوا العلب الكبار تاع القاطو، هذو فيهم شوكولا ومكسرات. وهذو علب القاطو اللي قدمتهم يعني لافامي في الحفله الاولى. هذا القاطو تاع العلب النوع الاول يا اخي قلت لكم خدموه عندي يمينه سير كوموند تاع ثابت بوزيد، بقيه الانواع خدموهم صنع منزلي يعني خدمتهم هدى خديجه خوتها. هذا معجون بيستاش ايضا صنع منزلي خدمته ايضا هدى خديجه خوت الناجحه، يعني خرج لها ما شاء الله في القمه شكلا وذوقا. هذو حوايج الديكور اللي فيهم اسم وناجح وكل شيء، خلينا نعطي لكم المحل اللي يخدمهم قلت لكم في بلالة. والحفله جات تزامنا مع العيد، زادوا ديروا فيها حنه لسيرين وكل العيله. هذو ايضا صور من الغداء يعني العائلي هما برك في بعضهم. المكركشات ايضا خدمتها لخالتها تاع قسنطينه، يعني جات ما شاء الله. اذا عجبكم لا فيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه وتخليوا لي تعليقاتكم وتضغطوا على الجرس.